الرحالي يونس، رئيس جمعيه اجيال في دار التربيه والتنميه. اليوم الدوره الثانيه ديال حفل تكريم عمال النظافه، الدوره ديال 2015 اللي خدينا لها كشعار تكريم عامل النظافه تكريم لمدينتنا، بشراكه مع جمعيات ديال الاعمال الاجتماعيه المستخدمين شركه سيطا. هذا الحفل كيجي في واحد الاطار ديال المشروع اللي كتنفذوا الجمعيه، اللي هو مشروع شويه من وقت مدينتي، اللي هو مشروع بيئي. والهدف العام من هذه الحفله هذه هو رد الاعتبار ولا الاعتراف بالخدمات اللي كيقوموا بها عمال النظافه على مستوى مدينه المحمديه، بالرغم من الاكراهات ونقص الموارد اللي كاين. معا ان شاء الله كاملين تعجبنا الفقره ديالو. ندعو الاخ الدهيلي. Thank you.
واحد الشعور مزيان، وكنشكر هاد الناس وكنشكر الاخوان اللي جاهدوا والناس اللي كانوا من جملتهم السي عبد الخالق، وكنشكر كاع الاخوان اللي حضروا، وكنشكر هاد الناس كلشي. وهاد المناسبه ان شاء الله بغيتها تكون تعاود وتكرر مره ثانيه ان شاء الله لكل واحد ماشي غير انا. وكنشكر كاع الاخوان ومن جملتهم السي سعيد عابد، وكنشكر السي عبد الخالق، وكنشكر كاع الاخوان اللي ساهموا من بعيد واللي ساهموا من قريب، وكاع الاخوان اللي ساهموا ان شاء الله كنشكرهم جميعا. وانا فرحان جدا جدا جدا، شكرا. يعني انا حنا كنشوفو يوميا بالصباح في العشيه في الليل في اي وقت امام الحاويات ديال الزبال، ناسي راسو، ولكن خدمه للبلد وخدمه للشركه ولخدمه لهذه المدينه مطاوع كل شيء.